سلام الله عليكم واهلا وسهلا بكم اعزائي اعزائي متتبعي ومتتبعات قناه تيليماروك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم جليسه رياضيه. جليسه رياضيه وكالعاده ثلاث محاور وضيفان. في المحور الاول نتوقف عند تقنيه الفار. الحكام يخضعون لدوره تكوينيه من اجل تنزيل هذه التقنيه ببطولتنا. في المحطة الثانية سنتوقف عند المنتخب المغربي الذي غير فضاء اللعب، انتقل من مراكش إلى وجدة حيث سيلاقي المنتخب الليبي في ودية. ونختم كالعادة بتدوين مثير الجدل، هذه المرة تغريدة من اللاعب البرتغالي سيلفا، تغريدة تحمل بعض الإشارات العنصرية. لمناقشة هذه المحاور يحضر معي في بلاتو تيليماروك ضيفان لهما صلة وارتباط بهذه المحاور. باسمكم جميعا كنشكرهم على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك سي نور الدين طلال، الحكم المعروف والمندوب مندوب مباريات البطولة الوطنية. شكرا سي حسن وشكرا على الاستضافة وتحية رياضية إلى كل المشاهدين الكرام. طيب معنا الاطار الشاب المدرب الوطني الميديكس، ومرحبا بك مره اخرى بلاطو تيليماروك. مرحبا سي حسن، مشكور على الاستضافه. كيفاش غادي الاكاديميه؟ الابواب مفتوحه الحمد لله، عطينا الانطلاقه ديال الاكاديميه في هذا المتوسط ديال هذا الشهر هذا، وحنا في بدايه ترميم الامور ان شاء الله باجل مسيرات الموسم. الميديكس ومشرف على اكاديميه كريمو بالدار البيضاء. طيب البداية بالدورة التكوينية لفائدة الحكام من أجل الاستئناس ومعرفة خيوط وتفاصيل تقنية الفار. قبل ما نبدأ النقاش غنمشيو مع زميلنا محمد خير نشوفوا تقرير في الموضوع ثم نواصل الحديث. تتواصل بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات دورة تكوين الحكام المغاربة في مجال تقنية التحكيم بالفيديو والفار بمشاركة 39 حكما وحكما مساعدا. فعلى امتداد 5 أيام يستمر برنامج تكوين الحكام على هذه التقنية واطلاعهم على الآليات اللوجستيكية التي تتطلبها طريقة التحكيم بالفيديو وطرق استخدامها. فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلن في غشت الماضي أنه سيتم الاعتماد على تقنية الفار بالبطولة الوطنية الاحترافية بهدف جعل التحكيم في مستوى استقلاليته في اتخاذ القرار، وأن يتضمن المساواة في الفرص لكل الأندية الوطنية. الحكام اعتبروا أن اعتماد تقنية الفار في البطولة الوطنية الاحترافية أملته طبيعة اللعبة. الدورة التكوينية للحكام تضمنت في مرحلتها الأولى الجانب النظري للاستئناس بالآليات والتجهيزات التي تستعمل في تقنية التحكيم بالفيديو، خاصة الغرفة التي يتم فيها فحص أشرطة الفيديو للكاميرات الثابتة أو المتحركة. أما المرحلة الثانية من هذه الدورة التكوينية التي ستنطلق شهر أكتوبر المقبل وستخصص للحالات التحكيمية المركبة والتي تحتاج إلى فحص أكثر من لقطة لاتخاذ القرار المناسب، خلافا للحالات التي يتم الاكتفاء فيها بفحص لقطة واحدة. هذه التقنية من شأنها أن تفتح آفاقا كبيرة أمام الحكام المغاربة لإدارة مباريات قارية ودولية، واكتسبوا تجربة في هذا المجال قبل التوجه إلى إطلاق تدريب خاص باللاعبين والمدربين حتى يتمكنوا من مواكبة استعمال هذه التقنية والاطلاع على كيفية الاشتغال بها. سي نور الدين، أكيد أنك سمعتي القرار في إحدى الندوات، تكلم فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الفار وقال لا انطلاق للبطولة بدون فار. بالفعل فوزي القجع عطى وعد على نفسه على أن الفار غادي ينطلق مع البطولة، لكن الآن الحكام هما في تكوين، يعني ما كاين تأخر في التكوين ديال الحكام باش ينطلقوا مع بداية البطولة. الآن الحكام هما في التجمع اللي كتشرف عليه إحدى الجمعيات المختصة أو إحدى الفرق المختصة خارج المغرب، اللي كاينين هما ثلاثة ديال الجمعيات اللي مكلفين بالفار، كاينة واحدة منهم هنا هي اللي كتعطي الدروس الآن للحكام، وهما الآن بصدد
التعرف على التقنيات ديال الفار كلها، وان كان الوقت الان ما يسمحش لانهم ربما غدا غادي ينتهيوا وغادي يكونوا تجمعات اخرى من هنا المستقبل باش يكونوا واجدين ان شاء الله، ولكن على ما سمعنا على ان ربما غادي يكون تجربه في المباراه ديال نصف النهائي. طيب حيت قالوا غتكون البدايه بمباريات نصف نهائي كاس العرش المهدي، واش كتشوف بان الفار واش غادي يحل المشكل ولا غادي يزيدنا مشاكل؟ حنا شفنا واحد الفار ديال 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 تونس ملعب المنزه راه باقي الان خالق المشاكل. هذاك الفار ديال ملعب تونس هذاك ليس بالفار، هذاك وصمه شعار على كره القدم الافريقيه. لا اعتقد انه مشكل الفار سيحل جميع المشاكل داخل البطوله الوطنيه اليوم. صحيح ان جميع الحكام المغاربه داخل دوره تكوينيه للمده ديالها 5 ايام بقصر المؤتمرات بالصغيرات، سترجع بالفائده على حكام المغاربه لمسايره التطور السريع الذي يعرفه الاتحاد الافريقي لكره القدم وكذلك المديريه العامه للحكام. اعتقد انه الاستفاده ستكون عامه لا على الحكام وكذلك البطوله المغربيه، من أجل ربما إعطاء بصيص من الأمل للحكام المشاركة في مسابقات قارية ودولية أكبر. سي نور الدين، أنت كحكم كصحفي كمندوب، واش كتشوف بأن هذه الدورة التكوينية ما خصهاش تقتصر فقط على الحكام؟ لأن ماشي الحكام والفار، راه الفار كيهم ماشي غير الحكام، راه كيهم أطراف أخرى عندها علاقة، منهم اللاعبين، منهم المدربين، منهم الإعلاميين، منهم ومنهم. وبطبيعة الحال ولكن كيبقى الحكام بالدرجة الأولى هما المعنيين بهاد، لأنه الفار هنا الفار عندنا هنايا في البداية المشوار ديالو. ولكن هاد الفار أولا واش هيئنا له الظروف ديالو؟ واش الملاعب هي قادرة تستوعب الماتيريال ديال هاد الفار؟ باستثناء بعض الملاعب الكبيرة اللي في الدار بحال الدار البيضاء، الرباط، أكادير، فكاينة ملاعب اللي التلفزه ما كتلقاش الكاميرا الجانبيه، الا بغيتي ترصد الحاله ديال التسلل ما كايناش كاميرا جانبيه. كيفاش هذا في ملعب ديال واتزم كاين امكانيه ديال الفار؟ كاين واتزم، كاين خريبكا، كاين اسفي، كاين مجموعه الملاعب اللي ما عندهاش المواصفات، هي غير مؤهله باش تحتضن هذا الفار هذا. اذا الا كانت مباراه تما كيفاش غادي نديروا غير في حاله ديال التسلل؟ الا بغينا نشدوها الكاميرا الجانبيه ما غاداش تكون، وبالتالي غادي يكون صعيب شويه على قاعه المراجعه انها تنظر في هذه الحاله هذه، وان الحكم يجي باش يصف الا كان شي هدف فيه تسلل او ما فيش تسلل. فهنا شويه كاين هذا الشيء علاش كنقول لك واش المستلزمات، واش البروتوكولات، واش كل المعدات والاليات هي واجده باش نديروها في جميع الملاعب، باش حتى الا بغينا نديروا الفار يكون ادى الدور ديالو على الجا. الفار هل سيلغي دور مراقب المباراه ولا غادي يبقى في نظرك؟ لا اعتقد انه سيلغي الدور ديال المراقب مقابله. الفار هو كوسيله لتفادي اخطاء كبيره داخل رقعه الميدان، فكما قال السي طلال اليوم وجب النظر على الامور اللوجستيكيه التي تحيط بهذا الامر الذي اتخذه رئيس الجامعه. فيجب على رئيس الجامعه اليوم بالخروج ببرنامج العملي المستقبلي لهذا النظام ديال الفار من اجل افاده جميع الفرق وكذلك الحكام. غير باش في نفس السؤال اللي لقيتي على المراقب المباراه الان ولا هو مقيم المباراه، مقيم الحكام، مراقب المباراه هو المندوب الان بالتسميه الجديده، ومقيم الحكام المندوب. شنو هي التسميه الجديده؟ المندوب بقى مندوب، مراقب المباراه مراقب هو المندوب، مراقب المباراه هو المندوب، ما بقاش مراقب الحكام. مراقب الحكام هو المقيم للحكام، تقييم كيدير مقيم كيدير تقييم للحكام. اذا حنا ملي كنديروا لا ريون تكنيك وداكشي كيكون معنا وتيكتب مقيم الحكام، هذه السميه ليفاليواتور ديال الاربيت. ما نظنش انا واش غادي يحيد، لانه التقييم ديال الحكام ضروري. شنو عطى في هذيك المباراه؟ واش كان التدخلات ديالو صائبه او لا؟ وعلى اثر هذيك التدخلات وعلى اثر لا بريستاسيون ديال الحكام، هذاك المقيم يدير الرابور ديالو. والمندوب؟ لا، المندوب لا علاقه له تماما بالدخل في التحكيم نهائيا. نهائيا لا علاقه له حتى ولو اثرت قرارات التحكيم على سير المباراه.
لا علاقة له للمندوب بقرارة التحكيم قطعا. المندوب عنده مهام أخرى، وإن كان في الرابور ديالو غادي إذا كان شي 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 صداع أو كان شي 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 حاجة اللي ماشي هي هذيك في المباراة غادي يدير. ربما كيكون بعض المرات كتوقف المباراة بعض الشنآن أو بعض الحالات التحكيمية اللي كيكون على صداع، فالمندوب كيكتب على أن المقابلة توقفات نظرا لأن كانت هناك بعض الحالات، ولكن ما تتدخلش نهائيا وصحيحة ولا ماشي صحيحة ولا يقول الحكم شي حاجة. لا يعطي أحكاما، لا يعطي أحكاما قطعا. طيب الآن كنتكلموا على الفار، كاينين حكام يخوضون دورة تكوينية، مش كتشوفش معي بأن المباريات غير طوال دابا؟ يعني إذا كانت غير ربعة الحالات في الماتش وكل حالة خدات واحد سبعة ولا ستة دقائق، راه المباراة ما بقاش تنتهي في 90 دقيقة. نا ديجا عندنا مشكل ديال الوقت في المقابلات نظرا للتساقط كدر عدد كبير من اللاعبين داخل المقابلة، فهو امر جيد امر صحي بالنسبه ريتم المقابله صحيح، ولكن اعتقد انه امر صحي للبطوله الوطنيه للحكام البطوله للتفادي اللغط الذي يشبع كل مقابله. رجعوا لان بالصفه ديالك مندوب ايضا للمباريات، بغيت نسولك على واحد التوصيات كانت دارت دي عامين وقيلة ولا ثلاث سنين، كانوا يجمعوكم وقالوا لكم هما التوصيات اللي غيكونوها اللي غيكون اللي غيكون، هذيك خريطه الطريق اللي رسمتو واش تنفذت فيها شي حاجة ولا بقات صيحة في واد؟ أول التجمع اللي كان دار في أول مرة في التاريخ ديال المناديب ديال كرة القدم كان بسبب الاجتماع التقني لا رينيون تكنيك، باش نديروا واحد البريستاسيون قدام الدارس قدام المناديب، باش لأن الحكام كانوا كيشتكيوا من بعض الفروق اللي كيجيبوا توني حتى لوقت المباراة وما كيكونش عندهم التوني الآخر باش يبدلوا داكشي. الأمبيلونس ما كتجيش في الوقت لا سيرتو على التونيات ديال الفراقي، لأنه دابا ولينا ثلاثة التوصيات اللي كانت ثلاثة السوايع قبل من المباراة كيكون لارينو تكنيك تتحضر فيه مجموعة من الأطراف اللي متداخلة في المباراة، ومن بينهم شارجي دو ماتيريال ديال كل الفرقة، والحكام هنا تيشوفوا التونيات على اتساع بكري باش الا كان شي حاجه خصها تبدل ولا شي حاجه الفرقه اللي خصها تبدل كيامروها باش تبدل. ثم كانت واحد كان طلب ديال المناديب انه المندوب تيتعين طيله السنه للمباريات ديال كاس العرش، والمباراه النهائيه كيكون غايب ما تعينوش. كانت سابقه لانه ملي درت هذيك النهايه اللي جات من بعد تعينت لها انا مندوب كان عاده ما كيتعينش مندوب من المناديب، ما عمرو تعين مندوب، كان كيكون عضو جامعي او عضو كان معايا عضو جامعي، كان معايا عضو جامعي وتعينت، ولكن من تما ما بقاش عاود تعين شي مندوب، لانه حنا قلنا ربما الباب تفتح للمناديب باش ما فيها باس، هما العام كله هما تيتعينوا المناديب اللي معين فيها الواحد اللي تعين في النهايه. طيب وهادو هما التوصيات اللي كانوا هما هادو، حنا طلبنا طلب وهما كانوا داروا لنا الحاله ديال لارينون تكنيك كيفاش كدوز. طيب وصلنا الان للفقره الثانيه، في المحطه الثانيه سنرحل الى مدينه وجده، الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تفكر جديا في نقل مباراه المنتخبين المغربي والليبي مباراه الوديه من مراكش الى وجده. سي المهدي، تعودنا على المباريات ديال المنتخب المغربي في ملعب مراكش الكبير يعني هذه تقريبا سنوات، الان الجامعه تفكر في نقل مباراه وديه امام المنتخب الليبي الى مدينه وجده، مع او ضد؟ لا انا مع الفكره، ربما الجامعه اتخذت كمثال الجامعه الاسبانيه اللي كل مقابله كتجري لقاءات ديال المنتخب الوطني الاسباني في مدن مختلفه. اليوم ربما اللقاءين الاخيرين اللي جراهم المنتخب الوطني لا مع ناديرو النيجر ولا مع بوركينا فاسو، ربما الملعب كان فارغ. جعل من خلى انه الجامعه تقوم باجتماع مع المدرب من اجل اعاده النظر في الهيكله هذه، ربما بتوصيات من المدرب اللي كيحث على لاعب صغيرة خصوصا في الطاقة الاستيعابية للجماهير، لأنه يحتاج إلى دعم جماهيري أكبر في 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 الآونة المقبلة إن شاء الله. طيب تغيير العتابي كما كيقولوا رحمة، هو شوف كيقول لك الفريق الوطني ديال المغاربة كلهم، إذا كان عندنا فريق وطني نيت فريق جاهز يلعب في أي مدينة يمشي يلعب فيها خصو يربح، هنا
ما ناخذوش بعين الاعتبار خصو يجي لهذه المدينه باش يضغط عليه الجمهور او يمشي لهذه المدينه باش يضغط عليه الجمهور. عندك فريق وطني جاهز مكمول كاين حاضر يمكن يلعب في اي مدينه وكل شيء. كان في واحد الوقت حيدوا الدار البيضاء لان الجمهور ديالك كان كينتقد المنتخب. وربما دابا هما الى رجعوا للدار البيضاء احسن لان الدار البيضاء واخا الجمهور كيكون كثير ولكن تيكون بعيد شويه من 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 اللعابه وداك الشيء ولكن كيكون عنده واحد الدور كبير في 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 النتيجه ديال المباراه. غير كاينين المدن الاخرى اللي كتقول لك كلنا حنا مغاربه حنا خصنا نشوفوا الفريق الوطني حنا خصو يلعب عندنا. الفريق الوطني كتعرف راه كان كيلعب في مدن مختلفه، لعب في تطوان، لعب في طنجه، لعب في فاس، لعب في مدن عديده. ولكن دابا هذه مده كاين مراكش كاين بزاف مراكش الدار البيضاء. دابا ربما هذه التجربه ديال هذه المقابله الحبيه اللي غادا تلعب نشوفوا شنو غادا تعطيو. هناك بعض قريت في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأنصار المنتخب المغربي في الجنوب وتحديدا في العيون يطالبون بإجراء مباراة للمنتخب المغربي في العيون. العيون اللي كيمشيو ليها المنتخب وكيمشيو لي زونسيان كيديروا واحد الكالا مرة في عيد المسيح. المنتخب الوطني ملك جميع المغاربة، ليس مدينة محددة لاستقبال جميع مقابلات المنتخب الوطني. اليوم الشيء الجميل أنه شاهدنا هاشتاغ الجماهير الشرقية أو ما يعرف جماهير مولودية وجدة لأنه طالبات في عديد من المرات باستقبال مقابلات المنتخب الوطني. ربما شيء إيجابي لأنه يعطينا واحد تدوير على جميع المدن المغربية وكذلك فرصة للاعبي المغاربة لأنهم كنعرفوا جو اللاعبين المحترفين في الخارج فرصة لرؤية مدن جديد لاننا ملينا من اللاعبين الاغلبيه ديالهم قراب لوجده. راه كاين بزاف من الريف من شوف كيف ما كان الحال. المغرب كبير، المدن ها في الشرق ها الغرب ها العيون، علاش لا ما تلعبش مباراه تمايا؟ علاش ما تلعبش مباراه رسميه في العيون؟ مدينه مغربيه مدينه. كنتذكر واحد المباراه كانت تلعبات في العيون بين الفائز بالبطوله 76 على ما اعتقد ولا 77، مباراة مباشرة بعد المسيرة الخضراء بين شباب محمدية والمولودية الوجدية. وهذا دليل على أن الصحراء مغربية والعيون مدينة مغربية تلعب فيها الفريق الوطني ويلعبوا فيها جميع الفرق المغربية. غير كاينه واحد البعثة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مشات لوجدة للوقوف على الترتيبات. ظهر اليوم انه المنتخب المغربي وعناصر المنتخب المغربي خصها ما تكونش في وجده في لوطيل بل غتكون في السعيديه. المشكل ديال الاقامه هذاك مشكل واحد اخر، مشكل ثانوي هذاك. انا المباراه انه يجوا من السعيديه قريبه لوجده يلعبوا المباراه هذا مشكل عادي. ربما كاين غادي يرتاحوا في السعيديه اكثر وربما غادي تكون الاقامه احسن ومن بعد يجيو يشرفوا الناس ديال وجده قدامهم ويلعبوا مباراه. فمساله بالنسبه لي انا مساله عاديه. وكنتمناو ان كنتمناو ان يكون شي لاعب ديال المولوديه الوجديه مع المنتخب باش كيكون الحماس، لان باش كتلعب في شي مدينه وما كيكونش لاعب ديالهم علما انك كعرف بان المولوديه الوجديه عطات للمنتخب عطات للمنتخب الوطني عناصر. الا غنتكلموا على الفيلاليات، الا غنتكلموا على الطاهره، الا نتكلموا على بالحيوان، نتكلموا على مجموعه من الاسماء الكبيره ديال السميري من النجوم.